ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حمزاوي من شركه ريل سبيس للتسويق العقاري، والنهارده جاي اكلمكم عن شركه مهمه في السوق، شركه نيو جينيريشن ديفلوبمنت. شركه عباره عن شراكه بين شركه كابيتال وكابيتال وامارات مصر. الشراكه تاسست سنه 2020. الشركه لها سابقه اعمال مهمه جدا في العاصمه الاداريه في الداون تاون وحاليا في العالمين الجديده. الشركه نازله بلونش جديد قريه اسمها وينتر. لوكيشن القريه مميز جدا، دقايق من مطار العالمين، اطلاله مباشره على ابراج العالمين، وثلاث شوارع رئيسيين القريه بتطل عليها. مساحه القريه 37 فدان، 12% فقط مباني. مميزات القريه بتدي فوضويه مجانيه في نادي رولان جاروس الفرنسي للتنس، وفي مول متكامل تجاري، وكل الوحدات بتطل على لاندسكيب وبحيرات. مساحات المشروع عندنا بتبتدي من 58 متر، الاسعار بتبتدي من 3 مليون. نظام السداد 10% مقدم، والاقساط عندنا بتوصل ل 10 سنين. لو حابين اي استفسارات تانية ممكن تتواصلوا معايا على الرقم الموجود على الشاشة.